السلام عليكم أصدقائي الأحبة، وصلنا الآن إلى الدرس 74 وكلمة مهمة وجديدة، كلمة before. كلمة before سوف نتعلم استخداماتها في أمثلة وأيضا مرادفات كلمة before، كل هذا فقط في دقيقتين. هدفنا حفظ 90% من معلومات لهذا الدرس من أول مرة، 20 كلمة جديدة تقريبا. للحصول على هذا الهدف ركز معي الآن، ركز جيدا حتى نرتقي إلى مرحلة أعلى باللغة الإنجليزية. get ready، اجهز. write all the phrases، اكتب جميع العبارات. so you need a notebook and a pencil، تحتاج إلى كراس وقلم. just 2 minutes and repeat after me 5 times aloudly، كرر خلف العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس مباشرة حين نشرها. أما الدروس السابقة لهذه السلسلة من الدرس رقم 1 وما بعد تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. كلمة before تأتي بمعنى قبل أو من قبل أو أمام. مثال الأول على كلمة before: It was a long time before he came back. لقد مضى وقت طويل قبل أن يعود. It was a long time before he came back. فلنقرأها معا. It was a long time before he came back. أحسنت. كررها الآن 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها. نأخذ المثال الثاني. It's never happened to me before. هذا لم يحدث لي من قبل. فلنقرأها سويا أنا وأنت. It's never happened to me before. كررها الآن 5 مرات واكتبها أيضا. أما أهم مرادفات كلمة before: previously، prior، and ahead. ahead أمام. هذه أهم مرادفات كلمة before. أما الآن حاول كتابة كلمة before في جملة، استخدمها في جملة حتى تتعلم كيفية استخدامها. كون جملة مستخدمين فيها كلمة before. لا بأس أن تستخدم إحدى الأمثلة التي مرت علينا في هذا الدرس قبل قليل، اكتبها في التعليق حتى يستفاد منها الآخرون. شكرا لك على المتابعة، وانتظرنا في الحلقة القادمة الدرس 75 وسوف نأخذ كلمة begin ونشرحها بالتفصيل. شكرا لك على المتابعة، وإلى اللقاء قريبا إن شاء الله.